السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم مع انطلاقة أول أشواط المساء، هذا الشوط الأول الرئيسي للفترة المسائية. جائزة هذا الشوط جائزة قيمة وسيارة نقدية رصدت للفائزة بالمركز الأول مع انطلاقة هذا الشوط الأول الرئيسي في هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، هذا المهرجان الذي يقام على شرف سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، ختام الختاميات في ميدان الشحانية. أهني جميع الفائزين كما نتمنى التوفيق للمشاركين في هذا اليوم وفي أيام الختام وأيام رموز ذروة السنام. إذن هكذا مشاهدين الأعزاء هذه هي أجوائنا المميزة في هذا اليوم المميز، وينطلق هذا الشوط تحت زخات الأمطار التي تهطل في هذه اللحظات على أرضية ميدان الشحانية، سائلين المولى جل في علاه أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد والعباد. هكذا مشاهدين الأعزاء تتواصل أمطار الخير وأمطار الرحمة هاطلة على أرضية الميدان. نتجه أيها الأعزاء لنتعرف على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في شوط الحيل الرئيسي لفترتنا المسائية لهذه الليلة التي ستشهد إقامة 12 شوطا، هذا هو أولها. وطن على مقدمة الشوط، تعود ملكية وطن لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي صعب المضمرين، يقدم وطن على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني تصل غيهبان لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي على المركز الثاني. ننتقل للمركز الثالث، وصلت فتخة تعود ملكيتها لناصر بن عبد الله المسند على المركز الثالث. ننتقل للمركز الرابع، المركز الرابع ومن تتسلل عوايد لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصلت ريوف لحمد بن غانم بن سلطان الهدي. في هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط الأول الرئيسي وفي هذا المهرجان المميز، هذا المهرجان الاستثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى في هذا المهرجان المميز، هذا المهرجان التاريخي، هذا المهرجان اللي حتى أجواءه غير، هذا المهرجان الذي شهدنا فيه التوقيتات الزمنية وشهدنا فيه أيضا المنافسات وشهدنا فيه هذا الحضور التاريخي لهجن الشحانية. فنتقدم بالتهاني لهجن الشحانية للقائمين عليها على ما قدمت خلال هذا المشوار من رموز ذهبية أهدتها لجماهيرها، كما نتقدم بالشكر الجزيل لإخوان المنظمين في ميدان الشحانية، ميدان التحدي، سعادة الشيخ حمد بن جاسم نائب رئيس اللجنة، سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري، وشعلة النشاط السيد مبارك بن محمد بن بادي. كان مهرجانا مميزا استثنائيا منظما بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأزف هذا المهرجان واقتربنا من رحيله، فنتمنى التوفيق للجميع. ما زالت المقدمة مع وطن صعب المضمرين، صعب المضمرين المشاركة التي تسبق أشواط الرموز لهذه الشعارات والشعارات يا أبناء القبائل. ما زالت وطن لمحمد بن سلطان بن مرخان على مقدمة الشوط على المركز الأول، ترقص في هذه اللحظات وهي تحت زخات الأمطار تتسلل وتقدم هذا العرض الفنان، بينما المركز الثاني تقترب الظبي سالم بن سيف بن سويلم الاكتبي يقدم الظبي على المركز الثاني، بينما بن كليب الاكتبي، بينما المركز الثالث تصل فيه قيهبان حمد بن راشد بن غدير. مرحبا بغيهبان صاحبة سيوف هذه الذلول وصاحبة أيضا رموز في المهرجانات الخليجية معروفة هذه الذلول.
صاحبة سيف مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد، حاصلة على السيف في العام الماضي وحلت وصيفة في أكثر من مناسبة. عموما من الأسماء القوية غيهبان، مرحبا بغيهبان وبأمثالها من الذلل والحيل التي أيضا حفرت اسمها بأحرف من ذهب ونسختها بأحرف من ذهب في طابعة الجماهير. المركز الرابع وصلت إنجاز لسهيل بالرملي العامري، مقدما إنجاز على المركز الرابع. في هذه اللحظات ننتقل للمركز الخامس عند بو ناصر، شعار الهديفي ريوف حمد بن غانم بن سلطان، الهديفي على المركز الخامس. وهناك تسلل أيضا من عوايد لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، ريوف وعوايد المركزين تقريبا الثنتين على المركز الخامس جنبا إلى جنب في هذه المنافسة المسائية. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. إذن عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى المركز الأول، إلى التسلل على مقدمة الشوط. وعلى المركز الأول انطلقت الظبي سالم بن سيف بن كليب الاكتبي على مقدمة الشوط، ممثل المدام هناك في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. تنتصف المسافة في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني وصلت وطن محمد بن سلطان بن مرخال الاكتبي على المركز الثاني. صاعب المضمرين ينطلق شعاره في شوط من أشواط المهرجان الصعبة الليلة، أشواط المهرجان الصعبة، شوط الحيل الرئيسي، شوط الحيل الرئيسي، وجائزة سيارة نقدية قيمة رصدت للفائزة بالمركز الأول. المركز الثالث تصل غيهبان، تعود ملكيتها لحمد بن راشد بن غدير صاحبة سيف العام الماضي، وهناك صاحبة سيف في هذا الموسم راها تقترب من دائرة النداء. إذن المركز الرابع تصل إنجاز لسهيل بالرملي العامري، على المركز الرابع. المركز الخامس تصل الظبي وتعود ملكية الظبي لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين في هذه اللحظات على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى. أرحب في هذه اللحظات بالظبي، ما زال الزعفران على رأس الظبي، كرموها قبل أيام قليلة بسيف ختامي المرموم هناك في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أهلا وسهلا بالظبي، حللت أهلا ووطأت سهلا يا الظبي، مرحبا بالظبي صاحبة السيف، من مثلت أيضا ميدان الشحانية في تلك المشاركة وأهدت النواميس إلى ميدان الشحانية وسجلت توقيت يا علي مميز 12 دقيقة ثانية واحدة في دولة الإمارات في ختامي المرموم. هذه البطلة من تتسلل إلى المركز الثاني. عودتنا إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، ما زالت أيضا الظبي سالم بن سيف بن كليب الاكتبي، ومن أخطر المشاركات من تحتل المركز الأول ورصيدها مليء بالإنجازات وحاصلة على هذا الشوط في مهرجان المؤسس في هذا العام. هذه الذلول، إذن حاملة اللقب من تحتل المركز الأول. المركز الثاني تصل الظبي صاحبة السيف قبل أيام قليلة، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الثالث صعب المضمرين وشعاره مع الوطن لمحمد بن سلطان بن مرخان وغيهبان أيضا. ياهو شوط أسماء حاصلة على سيوف تشارك في هذا الشوط، أيضا نوعيات انطلقت وحازت على السيوف في دول الخليج في ميدان الشحانية في ميدان المرموم. هذين الاسمين تكفي لو لم يكن في الشوط إلا هذين الاسمين، الظبي وغيهبان، وهي صاحبة سيوف العام الماضي وفي هذا الموسم. غيهبان على المركز الرابع. المركز الخامس إنجاز لسيوف
سهيل بن رملي العامري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. وبن كليب بن كليب يغادر لوحة الكيلو وين مع في هذه اللحظات الظبي سالم بن سيف بن كليب الكتبي يقدم الظبي، وهناك ظبيا قادمة أخرى على المركز الثاني مع منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. يلا 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 يا أبو يلا يا أبو غانم. المركز الثالث صاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان يقدم وطن على المركز الثالث. المركز الرابع يصل المسند، تصل في هذه اللحظات حقل ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. على المركز الرابع يصل ملك السيوف. المركز الخامس غيهبان لحمد بن راشد بن غدير الكتبي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم. العودة إلى مقدمة الشوط إلى الظبي، يبدو بأن الظبي قفلت الشوط، يبدو بأن الظبي غادرت بالناموس إلى أيضا منطقة المدام هناك في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويتكرر السيناريو في مهرجان المؤسس. تعيد هذه الذلول نفس المشهد، قامت راس وتنهي الشوط راس. انطلقت الظبي شعار هجام وشعار غيره من الأسماء المعروفة التي صالت وجالت في كل الميادين. بن كليب بن كليب بن كليب يحسم أول أشواط الحيل المسائية مبكرا. الكيلومتر الأخير تفتتح الظبي، تفتتح الظبي مع سالم بن سيف بن كليب الكتبي مع المركز الأول وبدون يتأوامر وبدون يتعليمات. هذه الظبي على المركز الأول، صعب المضمرين يصل على المركز الثاني. بدأ الانطلاق وبدأت غيهبان أيضا بالملاحقة ورفع راية التهديد مع حمد بن راشد بن غدير المسند. يصل مع حقل ناصر بن عبد الله المسند ملك السيوف، ولكن خلاص 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 الشوط، شوط الظبي قفلت الشوط الظبي، والحزام الأخضر يرحب بهذا القدوم. إذن تهانينا، تهانينا القلبية نزفها من الستمائة متر الأخيرة. يا بن كليب دير بالك، يا بن كليب دير بالك. أرى أسماء وصلت، أول الواصلين غيهبان راعية السيف في مهرجان سيد الأمير الوالد في العام الماضي. ما هذا يا بن كليب، ما هذا يا بن كليب؟ أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ويشاء ما يريد. لحظات صعبة لممثل المدام. وصلوك غيهبان 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 راعية السيف، راعية السيف. يا سلام، قلت لكم هذا المهرجان مميز، لا أمانة في هذه الرياضة، لا أمانة في هذه الرياضة. أبناء مرغم 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 أبناء مرغم بن غدير الواثق الواثق. هذه البطلة راعية السيف في العام الماضي التي حلت وصيفة على أشواط السيوف تختطف الشوط الرئيسي. سلام غيهبان، سلام غيهبان، غيرت الأمور، بدلت الأمور. إلى مرغم السلام، إلى الواثق السلام، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي سلام، يا الواثق سلام، سلام يا غيهبان سلام. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني، المركز الثاني حقل لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الثالث، المركز الثالث الظبي سالم بن سيف بن كليب الكتبي. المركز الرابع، المركز الرابع وطن لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. والمركز الخامس، المركز الخامس مرور لحمد بن هيام بن سالم العامري. ياهو شوط، بعد أن هنأنا وتوقعنا وأكدنا كذلك فوز الظبي مع سالم بن سيف بن كليب الكتبي بهذا الفوز، إلا أن الأمور تغيرت. وكما ذكرت في بداية هذا الشوط بأن هذا المهرجان مميز ولا أمان أكيد في هذه الرياضة إلا بعد خط النهاية. إذن غيهبان صاحبة الإنجازات تختطف هذا الشوط الرئيسي، قطعت المسافة في 12 دقيقة 27 ثانية 46 جزء من الثانية. سلام غيهبان سلام، تهانينا والناموس للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. المركز الثاني حقل ما قصرت مع ملك السيوف، 12 دقيقة 29 ثانية 20 جزء من الثانية. السلام لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الثالث اللي كانت قاب قوسين يا ودنا من انتزاع ناموس الشوط الظبي، قطعت المسافة في 12 دقيقة 31 ثانية 34 جزء من الثانية. التهاني لسالم بن سيف بن سويلم الكتبي.
تهانينا والناموس وشوط الزمول يستعد للانطلاقة. وأذكر السادة الفائزين برموز الحقائق واللقايا والجذاء.